صلاة الشكر. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا. يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا. فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا. يسوع المسيح على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان
ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافيين والظاهرين. انزعها عنا وعن سائر شعبك ونازل الكنيسة. وفي وقت القداس الإلهي وعن هذه المائدة. وفي تحليل المرأة وعن هذه المرأة. وفي المعمودية أو اللقان وعن هذه الفسقية. وفي حل زنار المعتمدين وعن هذا الماء. وفي عقد الإملاك للزواج وعن هذه الحلة. وفي عقد الإكليل وعن هذين العروسين. وفي عمل القنديل وعن هذا المريض. وفي صلاة الجناز وعن هذه النفس. ويختم قائلا وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالنعمة والرأفة ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود تليق بك معه ومع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين.